الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ من الصابر، أنا امرأة والحمد لله أقوم الليل يومياً بجزئين من القرآن وفي بعض الأحيان بجزء واحد، لكن منذ أن بدأ العام الدراسي الجديد أشعر بتعب شديد ولا أستطيع أن أقوم مثل ما كنت أقوم، فأقوم بركعات قليلة وآيات قصيرة، فهل هذا يجوز؟ يعني مدل الأجر نفسه أم يقل؟ نعم يجوز ذلك، فقيام الليل مستحب وليس بواجب، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. معك سلام. لا يا شيخ. نعم. ما المقصود بمن تعلم علما لم يتعلمه إلا يصيب به عرضا من حياة الدنيا؟ المقصود أن من تعلم علما يصيب به عرضا من حياة الدنيا، أن العلم حين يتعلمه الشخص يستطيع أن يصيب به عرضا من حياة الدنيا؟ لا، هذا والسؤال هذا المراد به. والسؤال الثاني: ما المقصود برب المشرقين والمغربين؟ رب المشرقين والمغربين في سورة الرحمن. بارك الله فيك يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقوله من تعلم علما ليصيب به عرضا من أعراض الحياة الدنيا، إنما يراد به العلم الذي يتعلم من أجل الرياء، يتعلم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قصده من هذا التعلم الرياء ونيل المناصب في الدنيا، ليس بقصد له وجه الله عز وجل، والله أعلم. أما رب المشرقين ورب المغربين فقيل، وهو من أمثل ما قيل، مشرق المغرب ومشرق الشمس ومغرب مشرق القمر ومشرق الشمس ومغرب القمر ومغرب الشمس، هذا من أمثل ما قيل والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. سؤال لو سمحت. تفضلي. امرأة مريضة بالمسالك البولية، متركب لها قسطرة على طول، ما حكم الصلاة؟ هي بتصلي كل وقت، بتتيمم وهي قاعدة في السرير وتصلي، ما حكم صلاتها وهي بينزل منها بول في القسطرة؟ صلاتها صحيحة وهذا جهدها وتلك استطاعتها، والله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصلاتها إن شاء الله صحيحة ولا إثم عليها. وقد كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه وكانت تستحاض، فربما وضعوا الطست تحتها وهي تصلي، وكانت تصلي أحيانا ومركنها مليء بالدم، والله أعلم. هذه مضطرة
فصلاتها صحيحة، نسأل الله القبول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا. وهي هيك تفضلي. اسمك يا شيخ. أنا بقالي حوالي 4 شهور في حفظ القرآن الكريم، وفي نفس الوقت بحاول إن أنا أطلب العلم الشرعي، لكن حاسة إن أنا مش موفقة دايما، ودايما أحفظ وأنسى، وأحس دايما بخمول في الطاعة كده وكسل في الطاعة، مع الرغم حتى لو حفظت بحس ببعض الأوقات في الضياع. تعوذي بالله من العجز والكسل، تعوذي بالله من العجز والكسل، واستعيني بالغدوة والروحة، فاقرأي وتعلمي في الأوقات التي عندك فيها همة ونشاط، الأوقات التي عندك فيها همة ونشاط أقبلي فيها على التعلم. هذا كله مع كثرة دعاء الله وكثرة رجائه، فبذلك تذلل بإذن الله الصعاب، والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا فضيلة الشيخ، أنا بتكلم حضرتك. والدي ووالدتي فاتوني أنا وصغير، ومعايا أخواتي الكبير الكبار راعوا المال بتاعنا وحافظوا عليه، فدلوقتي المال كبر. والدي كان فايت مبلغ صغير من المال، فأول ما المال كبر دلوقتي، نعم هو الحظ بتاعنا محفوظ، هل أنا لي زيهم أم لي أقل أم لي أكثر؟ فماذا؟ عفوا، هذه قضية يجتمع لها أهل الاختصاص وأهل الخبرة والصلاح، ويقاومون التركة حين مات الوالدان، ويقاومون الأنصبة، ويقاومون أيضا جهد إخوانك المبذول، فتحتاج إلى مجلس يستمع من الأطراف. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ الفاضل. بارك الله فيك. سؤالين شيخ. نعم. السؤال الأول، كم مدة هجرة القرآن؟ نعم. السؤال الثاني. نعم. السؤال الأول، كم المدة هجرة القرآن؟ كم المدة لحفظ القرآن؟ كم المدة لحفظ القرآن؟ هجرة يعني. هجرة. يعد الإنسان هجر القرآن كم المدة يعني؟ والسؤال الثاني، ما لم نقرأ القرآن وقلوبنا قاسية، هل هذا من ذنوبنا أم من الفكر الجين الذي نحن فيه؟ وجزاكم الله عنا كل خير. وياكم. أما كم المدة التي إذا تركت يعد الشخص هاجرا للقرآن، فليس هناك نص فيما علمت في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اتق الله ما استطعت. أما ما بالنا نقرأ القرآن والقلوب قاسية، فاكثري من الاستغفار وتعوذي بالله من قلب لا يخشع، وإن كنت ظلمت الناس فرد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ينعكس على القلب ظلمات، وكذلك يوم القيامة هو ظلمات، فقسوة القلب من أسبابها المعاصي، إذ الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقسوة القلب بداية مصائب والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ مصطفى تفضل. الله يكرمك. أستاذ حضرتك، بتكلم مع يعني صديق لي عن اللحية وكده وإن هي فرض وكده، فالمهم فقال لي طب ما هي في سنن الفطرة، طب افرض أنا ما عملتش حاجة من سنن الفطرة، هل قلت له سنن الفطرة متاحة؟ قال لي طب لو أنا ما عملتهاش، فأنا ما عارفش أرد عليه بصراحة، فأرجو من حضرتك. بارك يعني الله فيك. ليس الوارد فقط في اللحية أنها من سنن الفطرة، ليس هذا هو الوارد فقط، يعني إذا احتجزت عليه بأن النبي قال الفطرة 5 وذكرت منها اللحية في بعض الطرق، فليس هو وجه الاحتجاج فحسب، إنما وجه الاحتجاج بقوله صلوات الله وسلامه عليه قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، فهذا أمر من الله سبحانه، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وأيضا
كلمة العلماء متفقة عن العلماء الأولين على وجوب إعفاء اللحية. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ في استغفر الله يا رب في شجار دار بيني وبين زوجي أو في غضب في لحظة غضب شديد أمسك بالمصحف وقال أن سأطلقك إن أعدت إلي الموضوع هذا ثانية. وتحرينا في الأمر ورأى أنه كان في حالة غضب ودفع وقام بإطعام 10 مساكين ثم عدنا، ولكن لا أعرف يا شيخ لدي إحساس أن تصرفه صحيح. ماذا ترى يا شيخ؟ خلاص تصرفه في الكفارة صحيح ولا داعي للوسوسة. فالزوج حمل المصحف وقال أقسم بالله العظيم إن فعلت كذا لأطلقنك، وأراد أن يرجع. نعم له أن يرجع أن يكفر كفارة يمين، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف يمينا على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام أو بنحوه. فالذي صنعه زوجك من الكفارة صنيع حسن ولا تقع تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. نعم الله يبارك فيك. عندي سؤالين الله يبارك فيك. تفضل. بارك الله فيك. الله فيك بارك. السؤال الأول، هل الذي يصلي في أي مكان بالمسجد النبوي يكتب له أجر مضاعف بألف الصلاة أو يوجد في المسألة تفصيل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي الأعمال المتعدية النفع التي يستطيع أن يفعلها أي شخص؟ وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيسأل هل الصلاة في المسجد النبوي كلها بنفس الأجر أم أن هناك مواطن في المسجد النبوي ثوابها أعظم كالروضة على سبيل المثال؟ فأقول مستعينا بالله ليس هناك دليل على أن الروضة يضاعف فيها الثواب، إنما شأنها شأن أي مكان في المسجد من ناحية الأجور المترتبة على الصلوات. غاية ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما عن تضعيف الأجر فلا أعلم دليلا على تضعيف الأجر. أما عن الأعمال متعدية النفع للآخرين فمنها الصدقات، منها تعليم الجاهل، كذلك منها إرشاد الضال، ومنها الإصلاح بين الناس، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وعندي سؤالين. ولك بمثل، تفضلي. السؤال الأول، هل لفظة الحاجة أو المصلية أو المزكية، هل تلك الألفاظ كانت متداولة على أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت هناك الحاجة عائشة أو خديجة أو فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وهل من بأس في استخدام لفظة الحاج أو الحاجة وتداولها الآن؟ السؤال الثاني، هل البشريات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة يونس لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هل تسمى كرامات؟ أنا أضعها تحت قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. وهل التحدث بها من باب وأما بنعمة ربك تحدث في حرج؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله. أما عن الاصطلاح المحدث وهو الحاجة فلانة أو الحاج فلان، فهذا الاصطلاح لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا للمتلبس بأعمال الحج، أعني أثناء حجه منذ إهلاله إلى تحلله، إذ الله قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية. فالحاج هم الحجيج أثناء أدائهم أعمال الحج وقيامهم بها،
أما أن يصاحب هذا اللفظ بعد انقضاء زمن الحج فلم يقل كما أشارت الأخت وفقها الله لكل خير، لم يقل الحج أبو بكر ولا الحج عمر ولا الحج خديجة ولا الحج عائشة ولا غير ذلك. هذا فكلمة الحاج إنما تطلق على المتلبس بأعمال الحج القائم بها، والله أعلم. أما قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة عقب قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. فأولا تفسير الولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي لقوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما قوله جل ذكره لهم البشرى، فما البشرى التي عناها ربنا سبحانه بقوله لهم البشرى؟ والله أعلم بمراده. للعلماء في ذلك أقوال، أحدها أن البشرى كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، إذ النبي قال لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. ومن البشريات أيضا أن تكوني على عمل صالح تعمليه منفردة فتدخل عليك داخلة وأنت تصلي ساجدة لله فتسعدين بذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تلك عاجل بشرى المؤمن. وكذلك من البشريات بشريات الملائكة للشخص عند الوفاة، وثم بشريات أخر، والله تعالى أعلى وأعلم. والاقتصار على الوارد أولى من إطفاء تسميات جديدة عليه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصطفى معايا. نعم. لو سمحت يا شيخ ليه سؤال بعد إذنك. تفضل. أنا أول امبارح حصل مشكلة في البيت عندي وطلقت زوجتي، وبعد ما طلقتها بحق. إذا كنت طلقت زوجتك فلك أن تراجعها إذا كانت هذه المرة الأولى، وصفة مراجعتك لها أن تقول لها راجعتك وتشهد اثنين من أهل الفضل والصلاح وتعد تطليقة. أما إذا كانت تطليقة ثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك بالقيود المذكورة في الكتاب والسنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله عندي بعض الأسئلة في عجالة سريعة. ما حكم الأموال التي تصرف على لاعبين الكرة، وما حكم الأموال التي يأخذها لاعبين الكرة، وما حكم تربية الأطفال والأولاد وهم صغار على لعب الكرة؟ وعندما أذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم وما كانوا يفعلونها من عبادات شاقة وكثيرة أبكي على نفسي، لأنني لم أستطيع أن أفعل مثلهم. وأصحاب النبي بعضهم بشرهم النبي بالجنة، وبعضهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالصلاة بالأعمال الصالحة في الدنيا قبل الآخرة، فماذا أفعل حتى أصل إلى ما وصلوا هؤلاء وأفوز بجنات عرضها السماوات والأرض؟ وأسألك الدعاء في هذه الأيام المباركة. وما واجبنا ونحن في هذه الأيام على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وبما نربي أبناءنا؟ هل على بلايستيشن ولعب الكمبيوتر؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ما ذكرت من إنفاق الأموال الزائدة على لاعبي الكرة وعن تربية الأطفال على لاعبي الكرة فذلك كله مكروه، والأولى أن ترشد الأموال وأن توضع في محلها اللائق بها. وكذلك قد جعل الله لكل شيء قدرا، في شأن الأطفال لا ينفذ وقتهم كله في لعب الكرة، إنما قد جعل الله لكل شيء
قدرا. أما ماذا تفعل لكي تكون على ما كان عليه الصحابة؟ فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذه بعض الأعمال مع ترطيب اللسان بذكر الله ومع العمل الصالح عموما، والله أعلم. أما أبواب نصرة النبي فالعمل بسنته وتبليغ شريعته، بارك الله فيك، في ذلك خير وبركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمرني. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني أطلب من حضرتك أول حاجة تدعي ربنا يختم لي بالإيمان، عشان أنا تعبان نفسي. الله يختم لنا ولك بالإيمان يا رب. الله يختم لنا ولك وللسامعين والسامعات بالإيمان يا رب. إذا لي ربنا يختم لي بالإيمان ويرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تيأس من رحمة الله، كن واثقا بالله سبحانه، وكن ذاكرا له، وليطمئن قلبك بذكره، بارك الله فيك. السلام عليكم. شيخنا. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. معي بعض الأسئلة لو سمحت. تفضل. سئلت سؤالين في مسألة الطلاق، ولا أدري هل كان هذين اللفظين من ألفاظ الطلاق أم لا. السؤال الأول أو اللفظ الأول: رجل قال لزوجته أنت لا تلزميني وأنا لا ألزمك. اللفظ الثاني أو الرجل الآخر قال لزوجته أنت خالص مني. هذين سؤالين. السؤال الثالث شيخي، في عندنا في قريتنا بعض الناس لا يكمل الصف، يعني المسجد به صفين أو ثلاثة، هو يأتي في آخر المسجد أو قبيل آخر المسجد، بعض الناس يفعلون صف آخر. السؤال الأخير شيخي، أفضل كتاب في الرد على الصوفية لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن قول الرجل لزوجته لا تلزميني ولا ألزمك، فلا يقع بذلك طلاق. أما قوله لها أنت خالص مني، فينظر إلى نيته، إن كانت نيته طلاق تطلق، وإلا فلا. أما الذين ينشئون صفا في آخر المسجد وبينهم وبين سائر الصفوف مسافات، فهذا صنيع مكروه مع صحة الصلاة، لكنه صنيع مكروه. أما كتب في الرد على الصوفية فمنها كتاب عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه، وكتيبات للشيخ عبد الرحمن ابن عبد الخالق وفقه الله لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ لو تسمح، أنا التي كلمتك منذ حين ولم أستطع أن أتواصل بالهاتف، ولما أسمع جيدا الإجابة. ما أذكر سؤالك يا شيخ. سؤالي هو كان في شجار، قلت لك يا شيخ، بيني وبين زوجي قد أمسك بالمصحف وقال لي سأطلقك. قلت لك عفوا، هذا الموضوع يكفر كفارة يمين ولا يقع شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت أنا عندي سؤال لحضرتك. أنا كانت واحدة صاحبتي اتخطبت لشخص، هو يعني للأسف أول زيارة ليهم طلب منها إن هي تعمل حواجبها ناميصة يعني، وهي أصلا ما شاء الله عليها هي بتحفظ قرآن. التاني حاجة هو المشكلة ما بيصليش، وما طلبت منه إن هو يصلي قال لها أنا هصلي الجمعة بالعافية وما تجبرينيش إن أنا أصلي أكتر من كده. تالت حاجة يكفي لرفض ما ذكر يكفي لرفض هذا الشخص. أخت حافظة للقرآن، يأمرها الخاطب أن تتنمص ويقول لها أنا لن أصلي، وإذا صليت سأصلي الجمعة، يكفي أن هذه أو تكفي هذه الحيثيات لرفضه قولا واحدا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أريد أن أخرج زكاة، هل ممكن أن أعطيها لأخي؟ وأخي يدرس ويريد أن يشتري بها،
دراجة نارية لكي يتنقل من البيت إلى الجامعة لأن الطريق بعيد كثيرا. إذا كان أخوك فقيرا في عرف الناس في بلادكم تطلقين على أخيك فقير فيعطى ما يعطاه الفقراء من أمثاله من غير إسراف ولا تبذير ولا تقتير. إذا كان أخوك يعد مثله في بلادكم فقير فيعطى بالقدر الذي يعطاه الفقراء في بلادكم لرفع الفقر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام. لو سمحت سؤالا حديث ومسألة شيخي. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغني منكم أحد عن أصحابي شيئا ما صحة هذا الحديث؟ السؤال الثاني لفظة اللهم إني لا أسألك رب القضاء ولكن أسألك اللطف فيه هل بها بأس شيخي أو هي منهية عنها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما حديث لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إلى أصحابي وأنا سليم الصدر ففيه بعض النزاع وأحتاج إلى مراجعته، لكن أيضا في حال ثبوته لا بد من الجمع بينه وبين أحاديث أخر فيها أن الصحابة رضي الله عنهم أبلغوا النبي أشياء وأشياء كثيرة، فهذا الحكم يدور مع المصلحة والمفسدة بغض النظر عن ثبوت الحديث من عدمه. هذا وقول القائل رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه دعاء أراه مخالف لغيره، ذلك لأننا في دعاء الوتر نقول وقني شر ما قضيت، وقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربع: من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وإن كانت لفظة سوء القضاء تفرد بها سفيان على الراجح، لكن التعوذ بالله من درك الشقاء يؤدي المعنى والله أعلم. فقوله لا أسألك رد القضاء مخالف بقوله وقني شر ما قضيت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك يا شيخ، إحنا دلوقتي اشترينا أرض من واحد، الواحد ده كتبها بمبلغ قليل جدا وهي بمبلغ كبير علشان ما يدفعش ضرائب عليها كثير، وإحنا اتفقنا على كده وقلنا ماشي. فجم دلوقتي الضرائب عايزين نيجي نقول هو خدها بكام. طب هو دلوقتي إحنا لو قلنا هيبقى علينا إحنا مشكلة، هنبقى بيننا وبين الراجل ده مشكلة وهيزهقنا إحنا في بناها، وفي نفس الوقت إحنا لو ما رحناش هل نبقى كده كتمنا شهادة ولا ما فيش مشكلة علينا؟ من الممكن أن تتصلي في الهاتف أستفسر عن بعض الأمور وإن شاء الله تكون هناك بعض التوجيهات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم. شيخ مصطفى. نعم نعم. عندي ثلاث مسائل في الطلاق لو سمحت يا شيخ. تفضل. أول طلقة قلت إن مراتي لو كلمت فلان عليك طلاق بالثلاثة، لو كلمت فلان تبقى حرة. تبقى حرة؟ أنت حرة يعني. على كل وتاني مرة قلت لها عليك طلاق بالثلاثة لا تكون ما تخش البيت تاني. على أي حال كفر كفارة يمين، بارك الله فيك، وهذا ما أختاره من أقوال العلماء في هذه المسألة، ولا يحسب طلاقك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ست كبيرة في السن، امرأة كبيرة في السن اتكسرت ومش عارفين يعني هي تصلي ازاي، يعني هي ما بتقومش من مكانها تماما، يعني مش عارفين هي تصلي ازاي يعني او تقضي الفروض ازاي. تصلي جالسة، ان عجزت صلت مضطجعة، ان عجزت صلت يعني ولو بالإماء.
تصلي على ما تيسر لها، تصلي على ما تيسر لها من الأحوال، والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل استخدام الشطاف أثناء الصيام يفطر؟ مع العلم أن الماء قد يدخل ويخرج، استخدام الشطاف لا يفطر الصائم، فالماء الذي دخل من هذا المكان ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، فعليه استعمال الشطاف لا يفطر، وبالله التوفيق. يسأل سائل: ما كفارة من أتى امرأته وهي حائض؟ هذا أثم عليه ذنب. أما قدر الكفارة فلم يثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار أو بثلث دينار أو بربع دينار، كل هذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو موقوف على ابن عباس. على أي حال، من فعل ذلك أثم، هذا الإثم يجبر بشيء، فاجبره بصدقة على المتيسر لك، والله أعلم. مع الاستغفار، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. معي لك أسئلة بس. تفضل. السؤال الأول: هل يسمح للجنوب يقرأ القرآن ويمسكي؟ نعم. والسؤال الثاني: أعد السؤال. أعد القرآن. عفواً. أعد السؤال الأول. السؤال الأول: هل الجنوب يسمح يتمسك ليه المصحف، يعني يمسك المصحف هو يجوز؟ والثاني والسؤال الثاني: هل يجوز قراءة القرآن في الحمام؟ والسؤال الثالث: هل ينفع لو واحد مصري قال لك صلى على النبي، أترد عليه تقول عليه الصلاة والسلام ولا؟ بارك الله فيكم. أما مس الجنوب للمصحف فالجمهور من العلماء على منعه، وسبق البيان والتفصيل في هذا بما حاصله، أن الجمهور يستندون إلى قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، يستندون على ذلك لتحريم مس المصحف للجنب على الجنب، فهذا رأي الجمهور. لكن طائفة من أهل الحديث رأت الجواز وحملت الآية لا يمسه إلا المطهرون على الملائكة، وقوله لا يمسه عائد على اللوح المحفوظ. أما الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر فهو حديث ضعيف، ولذلك فوجهة أهل الحديث قوية. على أي حال، خروجا من الخلاف، لا تفعل ذلك، بارك الله فيك. هذا وعن ذكر الله في الحمام، ذكر الله في الحمام إذا كنت على الحاجة، يعني تقضي حاجتك، لا تذكر الله أثناء قضاء الحاجة. فإن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام. أما إن كنت بعيدا عن قضاء الحاجة والحمام متسع كما هو الحال في البعض، فذكر الله جائز. أما تلاوة القرآن فاجعل لها مكانا موقرا، بارك الله فيك. أما إذا قال كافر نصراني أو يهودي صلوا على النبي فصلينا عليه، هذا لا مانع منه، لا مانع من أن تصلي على النبي، بل يستحب لك إذا سمعت ذكرى أن تصلي عليه، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه أن يبارك في العاملين فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه أن يوفق الأخ الرئيس
الدكتور محمد ابن مرسي لكل خير، وأن يوفقه للعمل بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وليته يمضي قدما نحو تطبيق الشريعة أنفع له في دينه وآخرته ودنياه، وليت قرارات تصدر بوقف العمل أثناء أوقات الصلاة حتى يتسنى للموظفين والطلبة والعمال أن يصلوا الصلاة في وقتها. فليت الأخ الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير يبادر بهذه البادرة ويحيي هذه السنة، يكن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ليته يفعل هذا. وأذكر الصوفية في مصر وفي غيرها بتقوى الله سبحانه وبالإعراض عن الضلالات والشركيات والخرافات المتمثلة في النذر لغير الله، والمتمثلة في دعاء غير الله، وفي قول مدد يا بدوي ومدد يا رسول الله ومدد يا حسن ومدد يا حسين، فتلك طرائق من طرائق الشرك والضلال والعياذ بالله، فلا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله. هذا أذكر نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار بتقوى الله، وأن يرجعوا إلى الدين الحق دين الإسلام، ويدعوا ما هم عليه من الباطل، يدعوا قولهم إن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، فهذا قول يخلدهم في الجحيم والعياذ بالله. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، مع رد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها